سيف برضو ارجع تاني لمباراه النهارده لانها المباراه الاهم الحقيقه. وقت المباراه تحديدا اللي انت حسيت فيه ان احنا خدنا البطوله خلاص كان امتى؟ هو اصل الماتش ده تحديدا كمان احنا ماشيين تعادل 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 لغايه 54 54 56 56 بعد كده ابتدينا ها نطلع سنه احنا وبعد كده الاتحاد جه ورانا. لا هو ماتش صعب بصراحه ماتش يعني لغايه الاخر لغايه لما المحترف بتاعهم جاب تلاتايه كان لسه يعني حسينا ان خلاص الماتش بيخلص بس التلاتايه جت ما حسيتش. هو ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ انت الوقت ده بتعملوا ايه؟ انتوا بقى ككباتن الفرقه يعني حضرتك ومجموعه كباتن الفرقه الناس الكبار يعني في الفرقه بيعملوا ايه في الوقت ده تحديدا؟ لا يعني لازم جمعنا بعض احنا بعد جمعنا بعض وقلنا لسه احنا لسه ما كسبناش لازم ندافع الكره اللي بعدها لازم نجيب دي وحتى لو ما حصلش وما جبناش دي لازم ندافع الكره اللي بعدها لازم نلم ريباوند لازم يعني نبقى متماسكين عشان نخلص البطوله يعني. بس انت برضو ايهاب في الاخر اللي عملت تلاتين تلاته كده تعبونا شويه الحقيقه انت وتومسون ده حقيقي يعني طول الماتش ها طول الماتش دول تعبونا كلنا. بيعملها منين؟ بيعملها قبل التلاته بكتير يعني وبيعملها المره دي عملها مرتين واحده الفيس اللي على طول اللي في الوش دي كده وما جاتش والتانيه ناحيه اليمين بس احنا حافظين الجمهور. لا ده حقيقي النهارده النهارده يمكن شايط سبع ثلاثيات ما جبتش ولا واحده حتى فاول شوتنج ما كنتش موفق بس يعني الحمد لله. ايه بقى ايه اللي يخلي الواحد يعني ايه الفرق يعني انا حافظ ان الثلاثيات دي تتعمل بتخش عارف انا ايهاب امين يعمل كده خش تومسون ده يعمل كده تخش ايه اللي بيحصل؟ لا بس خلي بالك ان بيبقى فيه طبعا يعني المدرب الناحيه الثانيه بيبقى مركز كل الضغط على ايهاب في الثلاثه القصيرين في الوقت ده لان هو في لعيبه بتبقى هي كي بلاير بتاع الفرقه اللي هو يقدر يتحمل المسؤوليه ان هو يلعب على الباسكت في اخر الماتش فهو بقى عليه ضغط كبير جدا وطبعا بص هو مكسوف مش عارف يشرح لك الكلام ده فهو ايه هيبقى عليه ضغط ف ودايما انت عارف لعبتنا 24 ثانيه فلما الكوره بتمشي عايز ممكن تكون خلاص بيبقى فاضل خمس ثواني او اربع ثواني فبيضطر ياخد تاف شوت يعني مش مستريحه شوطه مش مستريحه لكن ايهاب من اللعيبه اللي ما شاء الله ليهم مميزات ثانيه غير ان هو يجيب سكور النهارده عامل 10 ريباوند ده رقم كبير اصلا ده بيعمله البيفوتات اللي زي سيف وعمر طارق واسماعيل عامل كذا ستيل عامل اسيستات كتير ف ايهاب ما شاء الله من اللعيبه اللي ليها مميزات كتير جوه الملعب. ايهاب وجاستي بوش ودوره معاكم يعني تاني سنه بسم الله ما شاء الله يعني بعيدا عن البطوله العربيه كل حاجه واخدينها مش عايز اقول لك ايه الفرق لان انا عارف ان اللعيبه ما بتحبش تسال السؤال ده ما بين قبل وبعد لكن ايه اللي بيخليكم توصلوا لكده في وجود هذا الرجل يعني؟ اعتقد حاجتين اول حاجه هو فنيا مدرب عالي جدا هجوميا ودفاعيا اكتر يمكن غير اعتقد منظر الفرقه دفاعيا جدا الحاجه الثانيه اعتقد ان هو خلانا برضو كلنا نبقى على زي ما بيقولوا قلب رجل واحد يعني كلنا اي حاجه بالنسبه لنا اهم حاجه البطوله ايا كان مين كويس النهارده مين اللي بيلعب مين اللي ما بيلعبش مين دوره قد ايه دي اعتقد يعني احسن حاجه في الفرقه اللي احنا فيها دلوقتي دي ان احنا ال 15 لعيب اللي في القائمه بالناشئين بكله ان احنا عايزين نكسب بطوله اي بطوله نخش فيها فدي دور كبير من مستر اوجستي وطبعا الجهاز كابتن احمد جارحي وكابتن رامي ان هم يعني دايما محاضرات في التمارين التغييرات كل حاجه بنلعبها في سيزن كله ان احنا هدفنا ان احنا نكسب الدوري نكسب الكاس نكسب بطوله افريقيا ده الهدف يعني الاهم بالنسبه لنا. الهدف اللي جاي ايه بقى؟ البال اكيد حاسس ان يعني بشوف ان احنا عندنا الفرقه بتاعت انجولا تحديدا كمان فرق صعبه جدا طبعا يمكن احنا بدانا سيزون بالبطوله العربيه خسرنا الفاينل فرق نقطه في اخر ثانيه في تصفيات بطوله افريقيا الاسبوع اللي فات قبل الفاينل على طول كسبنا كل ماتشاتنا في المجموعه الا ماتش انجولا خسرنا فرق نقطه برده في اخر ثانيه فاعتقد ده يعني بيوري قد ايه ان احنا قريبين من بعض وقد ايه ان احنا فرقه بطوله ان احنا بعد الخساره دي وبعد الفاينل بطوله عربيه في اول السيزون قدرنا ان احنا نكسب بطوله مرتبط قدرنا ان احنا نكسب الكاس قدرنا ان احنا نكسب الدوري الاسبوع ده ومش كل خساره بنعدي بيها يمكن احنا خسرنا من الاتحاد كذا مره في الريجلر سيزون في طوال السنه يعني كل خساره كنا بنخسرها كنا بنتعلم منها ودي اهم حاجه ان انت الماتشات اللي بتخسرها تقدر تتعلم منها وتفيدك في الاوقات زي جيم 2 في اوقات زي النهارده انت تعرف تكسب الماتشات المهمه دي
فيمكن ماتش انجولا اعتقد مش عايزين نسبه الاحداث، بس يعني عندنا ماتش رواندا هو اهم ماتش، واحنا الكوتش دايما بيقول لنا ناخد ماتش بماتش، فماتش دور الثمانيه بالنسبه لنا هو البطوله دلوقتي.